مرحبا الجميع على قناتي، معكم مختصة التغذية مساوي أسماء من الجزائر. اليوم راح نحكي عن أحسن المكملات الغذائية الضرورية لصحتك القلبية. إذا كان عندك هذا المشكل ما عليك إلا مشاهدة الفيديو للآخر. للتذكير فقط، الأنظمة الغذائية سوف تكون بصيغة PDF في صيغة مطوية سهلة التذكر وكذلك الحفظ في صندوق الوصف. كذلك للتذكير فقط، نتكلم في هذه القناة عن المكملات الغذائية وكذلك الأنظمة الغذائية. إذا كان أعجبك المحتوى لا تنسى الضغط على زر الإعجاب وكذلك المتابعة. وهيا نبدأ. طبعا عائلة الأمراض القلبية هي عائلة كبيرة جدا، منها ما قد يمس الأوعية الدموية مثل ضغط الدم المرتفع، مثل السكتة القلبية، السكتة الدماغية أو انسداد الأوعية الدموية، منها ما قد يمس العضلة القلبية مثل التهاب العضلة القلبية أو غياب الريتم القلبي، أو أيضا منها ما قد يكون مع الشخص منذ الولادة، ومنها ما قد يمس الصمام القلبي. جميعها تعد ضمن عائلة الأمراض القلبية، لكن جميعها يحتاج نفس النظام الغذائي ويحتاج المكملات الغذائية التالية، وعلى رأسها الفيتامين إي من صيغة التوكوترينولات بجرعة 200 ملغرام في اليوم. الفيتامين إي بصيغة التوكوترينول وليس التوكوفيرول، لأنه يوجد صيغة من الفيتامين إي، لكننا سوف نحتاج التوكوترينولات لأنها أكثر فعالية بالمقارنة مع التوكوفيرولات، ويستحسن دائما أخذ المكملات الغذائية التي تحتوي على توكوترينولات لوحدها غير مختلطة مع التوكوفيرولات، يستحسن ذلك بجرعة 200 ملغرام في اليوم مثل ما قلنا. الفيتامين إي يعمل كمضاد للالتهابات القلبية، يعمل كمضاد لتخثر الدم، يعمل على تخفيض الكوليسترول داخل الدم، وكذلك يحمي الأوعية الدموية ويعطيها أكثر مطاطية وأكثر انسيابية. لهذا السبب هو جدا جدا مهم لجميع الأمراض القلبية. يجب دائما لأي مريض قلب أن يأخذ الفيتامين إي بصيغة التوكوترينولات. نمر إلى المكمل الغذائي التالي. ثاني أهم مكمل غذائي في لائحة اليوم هو طبعا الفيتامين دي 3 مع الكا2. نرجع دائما لأهمية هذا الفيتامين أو هذان الفيتامينان مع بعض، لأن الفيتامين دي 3 مع الكا2 يعملان على فتح الانسدادات داخل الأوعية الدموية. يعني إذا كان أي شخص عنده انسداد على مستوى الأوعية الدموية أو تصلب الأوعية الدموية، فيجب دائما أخذ الفيتامين دي 3 مع الكا2 بجرعة 5000 وحدة دولية من الفيتامين دي 3 مع الفيتامين كا2 بنسبة 99 ميلي جرام في اليوم. أفضل هذه الجرعة، وأفضل دائما جرعة أكبر من الفيتامين كا2 بالمقارنة مع الفيتامين دي 3، لأن الكا2 هو من يعمل على نقل الترسبات أو ترسبات الكالسيوم إلى العظام، وبالتالي راح تبقى الأوعية الدموية دون أي انسدادات. أما ثالث مكمل غذائي مهم في لائحة اليوم لجميع الأمراض القلبية هو زيت كبد الحوت. هذا المكمل الغذائي غني جدا بالفيتامين أ وكذلك الأوميغا 3 المسؤولة على خفض الالتهابات داخل الجسم. إذا هذا هو ثاني مضاد للالتهابات راح ناخذه في لائحة اليوم بالإضافة إلى التوكوترينولات. من المهم دائما خفض الالتهابات بالنسبة للأمراض القلبية، لأن أي التهاب داخل القلب يؤدي إلى موت النسيج القلبي أو نسيج دماغي، وعندما يموت النسيج يمكن الحصول على سكتة دماغية أو قلبية، الأمر الذي نريد أن نتفاداه بهذه المكملات الغذائية. كذلك الأوميغا 3 والفيتامين أ مسؤولة على مرونة الأوعية الدموية،
وكذلك على خفض التريغليسيدات وكذلك الكوليسترول في الدم. هذا السبب تعد هذه المكملات الغذائية الأهم بالنسبة لجميع الأمراض القلبية. أما المكملان الغذائيان اللذان سوف نتكلم عنهما الآن، فتبقى اختيارية بحسب نوع الأدوية اللي يأخذها المريض. إذن المكملات الغذائية الثلاثة الأولى تبقى ضرورية لجميع الأمراض القلبية. أما بالنسبة لهذان المكملان الغذائيان فهما اختياريان بحسب نوع الأدوية اللي يأخذها المريض. فمثلا إذا كان المريض يأخذ مضرات البول، في هذه الحالة يستحسن أيضا إضافة الإلكتروليتات أو الشوارد للمكملات الغذائية، وكذلك إضافة النيوتريشنال ييست أو الخميرة الغذائية، وذلك من أجل أخذ الفيتامينات بي وكذلك الشوارد الضرورية من أجل الانقباضات القلبية، لأن الأدوية المضرة للبول سوف تجعل الإنسان يخسر العديد من الشوارد مع البول، مثل البوتاسيوم، الصوديوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، لهذا يجب دائما استرجاعها عن طريق الشوارد. النيوتريشنال ييست أو الخميرة الغذائية تكون دائما غنية بالفيتامينات بي، ولكن يجب دائما اختيار الخميرة الغذائية الطبيعية الغير مدعمة non fortified، لأنها بهذه الطريقة راح تحتوي على فيتامينات بي طبيعية وغير مصنعة. الفيتامينات بي أيضا مسؤولة عن الانضغاطات القلبية عفوا، لهذا يستحسن أخذها مع الإلكتروليتات. بالنسبة لثاني مكمل غذائي هو الإنزيم المساعد 10. هذا الإنزيم يمكن أخذه بجرعة 200 ميلي جرام في اليوم، فقط للأشخاص الذين يأخذون أدوية أو أدوية الكوليسترول أو الأدوية المانعة للكوليسترول. يعني إذا كنت شخص أعطاك طبيبك دواء الكوليسترول، يستحسن أيضا ويجب أخذ هذا الإنزيم المساعد 10، لأنه مسؤول على استرجاع الطاقة العضلية، لأن الأشخاص الذين يأخذون أدوية الكوليسترول دائما ما يعانون من عياء ووهن، خاصة على مستوى العضلات، لأن الكوكوديس هو عبارة أو الكوكوتين هو عبارة عن إنزيم مساعد يوجد داخل الخلية وداخل الميتوكوندريا، وهو مسؤول على إنتاج الطاقة داخل الجسم. عندما يأخذ المريض أدوية الكوليسترول فهو يمنع إنتاج هذا الإنزيم بشكل طبيعي داخل الجسم، وبالتالي هم يشعرون بعياء وتعب وكذلك عياء على مستوى العضلة خاصة. لهذا يستحسن أخذ جرعة 200 ميلي جرام في اليوم من هذا الإنزيم المساعد من أجل التخلص من الأعراض الجانبية لأدوية الكوليسترول. لكن طبعا لا أنصح لا بأخذ هذا الكوكوديس أو الكوكيوتان لمدة طويلة ولا بأدوية الكوليسترول لمدة طويلة. يستحسن أن الشخص يحترم نظامه الغذائي على الحرف، وبالتالي فهو لن يحتاج لا أدوية الكوليسترول ولا كوكو 10، لكن بشرط احترام النظام الغذائي الجيد. وأنا طبعا بذلك لا أقصد الامتناع عن الأدوية، إنما يجب أولا احترام النظام الغذائي وتطبيقه مع المكملات الغذائية، ثم الرجوع للطبيب، وراح الطبيب هو لوحده يمنحكم من هذه الأدوية، لأن صحتكم راح تتحسن بالنظام الغذائي لوحده. شكرا جزيلا للمشاهدة. نذكركم فقط بأن النظام الغذائي راح يكون في رابط الوصف، يمكنكم تحميله في شكل مطويات سهلة التذكر والطبع، يمكنكم استعماله شخصيا أو إعطاؤه للمرضى. كذلك الرابط للمكملات الغذائية التي تم التكلم عنها في هذا الفيديو راح يكون في رابط الوصف، يمكنكم إلقاء نظرة عليها. شكرا جزيلا للمشاهدة، ونشوفكم المرة القادمة.